Salut, salut, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien comme il faut. Alors, tu m'as dit la bourse, tu m'as dit min hadi, إلا كانوا شي منح كيكونوا بواحد النسبة اللي هي قليلة، ستاتيغ 60 70 75، هادو إلا كنتي متميز بزاف. دونك أي شخص عنده ليسانس، شاد ليسانس فياش في لونجلي، جيستيون، بزنس ادمنستريشن، سوسيولوجي، و بوليتيكال ساينس. ألوغ كشخص عنده لا ليسانس، إجازة في وحدة من هاد الشعب، شنو مطلوب منه باش يدفع؟ الناس ديال لا ليسونس في لونجلي، اللي شادين ليسونس في لونجلي، ما محتاجين شهاده اتقان اللغه الانجليزيه، متفقين؟ بالنسبه للناس اللي عندهم جيستيون، بزنس ادمنستريشن، سوسيولوجي او لا بوليتيكال ساينس، هاد الناس ضروري خاصهم توفل. لحد دابا متفقين على 100؟ قلتي لنا لا ليسونس في داك الشعاب، عندنا وحده فيهم مونسيون بيان ولا تري بيان، متفقين معاك. ايوا قولينا الشعبه شنو هي، ليش هيتصلح هاد الماستر؟ الوغ هاد المنحة الممولة 100% كاينة في ألمانيا، بالنسبة لمن؟ الناس اللي باغيين يكملوا الماستر فاياش في الغولاسيون انترناسيون. لا فورماسيون بلونجلي بطبيعة الحال في وسط ألمانيا، وتقراها بلونجلي. الوغ ما عليكم إلا أنكم تبارطاجيو هاد المعلومة مع أي شخص كيتوفر على وحدة من هاد الشعب، يعني واخلا ليسونس وحدة من هاد الشعب، عنده مونسيون بيان ولا تخي تخي بيان، اي بيان سور عنده الطوق. بطبيعة الحال الشخص اللي كيتوفر على هاد الشروط ما علي إلا أنكم تاقيوه أو لأنه يتواصل معايا، اي بيان سور غادي نهضر معاه وغادي نتواصل معاه ونعرف المعلومات ديالو ومن تما هندوز. اخر شيء هو انكم ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي مهتمين واللي فيهم هاد الشروط. علاش؟ لانني كنت ديما مزروبه على هاد المنحه، لانها بقى فيها غير شهر 12 وشهر واحد، اخر اجل هو شهر واحد، يعني ما بقاش بزاف. نتمنى انه الاشخاص اللي عندهم هاد الشروط انهم يوصلوا لهاد الفيديو ويقدروا يستافدوا من المنحه. الله يسهلكم الامور. كنت معكم لمياء صافي من لاشين يوتيوب لمسه خفه. سلامه.